بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته ولبيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني لا نزال مع آية المشكاة، آية الله نور السماوات والأرض في سورة النور بإذن الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، يعني أنت متخيل يعني إيه الله نور السماوات والأرض؟ يعني نور ربنا سبحانه وتعالى، نور السماوات والأرض، كل ذرة نور في السماوات والأرض، كل يعني إيمان متوهج في قلب عبد من عباد الله أو صديق أو شهيد أو نبي أو رسول، كل ذرة نور في ملك من الملائكة، في ملك أكبر من السماوات والأرض كلها على بعضها. الله مصدر النور الوحيد في هذا الكون، الله هو منور السماوات والأرض، الله هو هادي أهل السماوات والأرض. يعني لو ربنا نور لك حياتك هيحصل في حياتك إيه؟ لو المصباح اللي قيت المشكاة بتتكلم عنه ربنا ادهولك في حياتك، هل هيبقى فيه ظلام؟ هو الشيطان بيلعب في قلبك على إيه؟ على الحتة الضلمة اللي جوه قلبك. فلما ربنا نور السماوات والأرض ينور لك قلبك، ما عادش هيبقى في قلبك أي ظلام. عشان كده سيدنا موسى يقول رب أرني أنظر إليك، سيدنا محمد يقول اللهم أرنا الحق حقا، أرنا الباطل باطلا. يعني أرني، يعني يا رب أنا من غير ما تنور لي أنا مش هشوف، من غير نور ربنا أنا مش هشوف. فلو ربنا نور لك تخيل حياتك هيبقى شكلها إيه؟ يعني بيقولك لو واحد واقف في مسجد ضلمة والنور مقطوع فبدأ النور يجي هيشوف العواميد، النور هيزيد هيشوف المنبر، النور هيزيد هيفضل يزيد لحد ما يشوف الدبانة الطائرة في الهواء. تخيل بقى إن في ناس ما هي شايفة العواميد، ان في ناس مش شايفة العواميد بتاعت الدين، النور ما جاش في قلبها، النور ما جاش في حياتها. اما تلاقي ناس ما هيش شايفة عمود الاخوة في الله، ما يعرفش ان الدين فيه اخوة. اما تلاقي واحد ما هو شايف عمود الدعوة الى الله، ما يعرفش ان الدين فيه دعوة الى الله. اما تلاقي انسان ما هو شايف عمود العبادة، ما فيش في حياته صيام وقيام ليل وتكبيرة احرام وورد قرآن ويعني تخيل ان في ناس ما هيش شايفة العواميد. عشان كده احنا عايزين النور يجي يا جماعة، عشان كده عايزين ربنا ينور لنا حياتنا، عايزين المصباح العظيم اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت ده يجي في حياتنا. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قلنا المشكاة مثل لإيه؟ قلنا احنا عندنا اربع حاجات، عندنا مشكاة، المشكاة جواها مصباح، المصباح في زجاجة، يعني المشكاة جواه زجاجة، الزجاجة جواه مصباح، والزيت اللي بينور هذا المصباح جاي من شجرة مباركة. قلنا ايه هي المشكاة؟ المشكاة قلنا نفس منظر بالظبط منظر صدرك من بره، المشكاة الصدر، الصدر عامل زي ايه في المصباح الكهربي؟ عامل زي الغطا بتاع الاباجورة كده اللي بيجمع النور وبيكثف النور. قلنا طيب الزجاجة ايه هي الزجاجة؟ ها؟ القلب. قلنا الزجاجة هي القلب، القلب اللي عامل زي الكوكب الدري من شدة النور والإضاءة. ها؟ وده عامل زي ايه في المصباح الكهربي؟ زي اللمبة الإزاز نفسها. وبعد كده مثلا هناك مشكلة فيها مصباح، قلنا المصباح اللي هو الايه؟ اللي هو الفتيلة، الفتيلة المنورة، الفتيلة بقى اللي بتتواج. قلنا ان ده جواك هو ايه؟ الفطرة. يبقى ده الفطرة المتوهجة بالإيمان. طب قلنا ايه الشجرة المباركة اللي الزيت بتاعها بيخلي المصباح ده يتوهج؟ قرآن. يبقى ده هو الايه؟ هو ده القرآن. يبقى ده النظام النوراني جواك، ده النظام النوراني جواك. طب بصوا يا جماعة، معقولة في كده؟ في ناس كده؟ في ناس المصباح ده جواها؟ في ناس عندها النور ده؟ في ناس صدرها مشكاة مجمعة ومكثفة للنور، ما فيش فيها ثقوب، النور يتشتت ويتبدد منها. يعني سيدنا محمد لما سيدنا جبريل تنزل عليه أول مرة في غار حراء، أول حاجة عملها له إيه؟ قبل ما يقرأ عليه الوحي، عمل له إيه؟ عصر صدره، عصر المشكاة، عصره. كل واحد مننا صدره محتاج عصره، محتاج انه يتعصر ويخرج منه الدنيا
عشان ينفع النور يقر فيها. انما احنا المشكاه بتاعتنا الصدر بتاعنا للاسف يعني مثقوب بيسرب النور. تسمع درس عن الاخلاص النهارده تنفعل بيه وتولع الدنيا، على بكره يكون خلاص ما عدتش فاكر حاجه منه. تسمع درس عن التوكل او اليقين في الله او جلال ربنا او عظمه القران تقول بس انا عرفت طريق حياتي يومين وخلاص وكل المشاعر دي تروح. ليه؟ المشكاه بتاعتك مفوته، المشكاه بتاعتك عامله زي ما يكون غطى الاباجوره اصلا مليان ثقوب، فالنور قاعد يخرج منها ويتبدد فلا يحفظ النور. عشان كده سيدنا موسى ربنا قال له كلا انني معكما اسمع وارى. سنين مرت وقف موسى قدام البحر الاحمر وفرعون جاي وراه بالسيوف، قالوا له انا لمدركون، قال كلا ان معي يا ربي. الكلمه اللي سمعها من سنين طويله من ربنا سبحانه وتعالى فضل النور بتاعها جوه قلبه ما خرجش، لم يتسرب. يبقى دي المشكاه بتاعه الانبياء، مشكاه المعنى الايماني يقر فيها مدى الحياه. انت المشكاه بتاعتك اخبارها ايه؟ في ناس كده يا جماعه، في ناس بتاع، في ناس صدورها مشكاه حافظه للنور للدرجه ديت، في ناس كده يا اخوانا، في ناس الفطره بتاعتها مصباح يقلب الليل صباح، في ناس فطرتها متوهجة بالإيمان لهذه الدرجة، في ناس فطرتها سليمة لهذه الدرجة. انتوا عارفين الفطرة السليمة يعني ايه؟ يعني واحد لما يمشي في الشارع يلاقي متبرشة معدية يعمل ايه؟ يتقيأ اللي في بطنه. عارفين يعني ايه فطرة سليمة؟ يعني واحد يمشي يلاقي واحد مشغل معازف محرمة يعمل ايه؟ يروح البيت ممكن يجيله صبحة صدرية فيها. ها يا ابي وددت لو تغلي بنا المراجل ولا يعصي الناس الله. ابن عمر بن عبد العزيز بيقول له انا يغلي علي النار والناس ما تعصيش ربنا. والفضيل بن عياض يقول اني لارى المنكر لا استطيع تغييره فابول دما، يعني من شده ارتفاع ضغط الدم عنده، من شده حرقه القلب عنده يتبول دم من الهم ان هو شاف منكر ولم يغيره. يبقى الفطرة السليمة يا جماعة، في ناس فطرتها كده مصباح يقلب الليل صباح، منور له كل حاجة في طريقه، معرفه الصح من الغلط، معرفه الحق من الباطل، معرفه مراد ربنا ايه، معرفه ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش ربنا. ما هوش تايه، ما هوش مشتت، ما هوش حيران، ما هوش الدنيا منورة قدامه للدرجة دي. لو ربنا اداك المصباح ده هتعمل ايه؟ لو ربنا نورها لك النور ده هتعمل ايه؟ في ناس كده يا اخوانا، في ناس قلبها زجاجة كأنها كوكب دري، في ناس قلوبها كأنها كوكب دري. كوكب الدري هو الذي لا يغيب نوره من السماء، يعني الشمس بتطلع بالنهار وتغيب بالليل. الكواكب الدرية التي لا يغيب نورها من السماء، ومأخوذ كلمة الدر من الدر اللي هو الايه؟ الجواهر الكريمة اللي بتنور وبتتلألأ وبتلمع. في ناس قلوبها زجاج رقيق بيدخل النور بكل سهولة، بيخلي النور يدخل للقلب بكل سهولة، مش ازاز محروق من كتر النكت السوداء بتاعت المعاصي عليه. لما يسمع درس عن ربنا النور قاعد يدخل جوه قلبه طول ما هو بيسمع، لما يسمع درس عن جلال الله النور قاعد، لما يجي يقرأ القرآن انوار القرآن داخلة. تعرفين احنا قلوبنا زي ايه يا جماعة؟ مش زجاجة، احنا قلوبنا عاملة زي الجدران ده، ايه جدار، النور عايز يدخل النور ما بيدخلش، النور ما بيدخلش منها. ليه؟ من كتر الذنوب على الذنوب على الذنوب، بقت جدار غفلة حوالين القلب. انما ربنا في ناس كده قلوبها زجاجة، ازازة رقيقة بتدخل نور القرآن ونور الايمان ونور التدبر في الخلق ونور الذكر ونور التلاوة ونور. في ناس قلوبها رقيقة للدرجة دي، في ناس قلوبها منورة لدرجة كوكب دري، نور لا يغيب ليلا ولا نهارا. في ناس كده يا جماعة، في ناس اتصالها بالقرآن لدرجة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. في ناس اتصالها بالقرآن، يعني ربنا ما قالكش يوقد من زيت شجرة، ده بيقولك يوقد من شجرة، كأن الشجرة متصلة بالقلب اتصال مباشر، يكاد زيتها يضيء زيتها وانت وهو بيقرأ القرآن، كأنه بيخرج من الزيتون الزيت،
كأنه بيستخلص من الآية بالتدبر والخشوع اللي هو فيه المعاني النورانية التي يتوهج الإيمان في قلبه بسببها. في ناس متصلة بالقرآن كده، في ناس فاهمة القرآن كده، في ناس قلوبها ملمسة مع القرآن بالمنظر ده، في كده يا اخوانا، في ناس بالمنظر ده. طب احنا عايزين المصباح ده، عايزين قلوبنا تبقى كده، عايزين قلوبنا تبقى بالمنظر النوراني العظيم ده، عايزين المصباح ده يجي في حياتنا. الله نور السماوات والأرض. تقوم ترجع تاني الأول الآية، لما تنبهر بالمصباح أجيب النور ده منين؟ الآية تقول لك الله نور السماوات والأرض، لا يوجد مصدر لهذا النور إلا الله، لا يوجد مصدر لهذا النور إلا نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، منور قلوب المؤمنين بالإيمان، أي هادي أهل السماوات والأرض. لا يوجد مصدر للنور إلا من الله سبحانه وتعالى. عشان النور ده في ناس عملت ايه؟ عشان المصباح ده في ناس عملت ايه؟ عشان المصباح اللي احنا بنسمع وصفه الوقت ده في ناس كافحت قد ايه؟ في ناس نظرت عمرها عشان المصباح ده ربنا يديهولها، في ناس عاشت حياتها عشان النور ده يجي في حياتها. احنا مش بنقرأ ايات وبنفسر معانيها وخلاص. انا خرجت من الآية دي بايه؟ انا آية المشكاة عملت ايه في حياتي؟ غيرت ايه في حياتي؟ انا آية المشكاة ايه اللي غيرت حياتي فيه؟ النور ده يا جماعة، عشان النور ده في ناس عملت ايه؟ عشان النور ده الصحابة فضلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا نص الليل كل يوم في دار الارقم لمدة سنة، سنة، لحد ما رجلهم ورمت. ليه؟ عشان النور ده. عشان النور ده سيدنا سلمان ساب بلده وابوه وامواله وشبابه واهله وكل حاجة، وفضل يهيم في البلاد كلها في بلاد الارض يدور على حد يدله على هذا النور. عشان النور ده يا جماعة، اصل النور ده لما بيجي سيدنا ادم لما عرض عليه ذريته اللي لفت نظره من وسط مليارات الذرية داود، لفت نظره سيدنا داود بايه؟ من وبيص النور بين عينيه، من كتر النور الذي بين عيني داود. سيدنا ادم لفت نظره سيدنا داود من كل الذرية بتاعته. النور ده لما بيجي تخيل انت ربنا بيرفعك بيه قد ايه. سيدنا داود عشان النور ده كان بيقعد من الفجر للمغرب يسبح ربنا والجبال تسبح معاه. عشان النور ده يجي، عشان المصباح ده يجي في القلب، سيدنا يوسف قعد 10 سنين في السجن يعبد الله ليلة نهار عشان النور ده ويجي. عشان النور ده ويجي عزير دفع 100 سنة من عمره، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عشان نور أعلم أن الله على كل شيء قدير يجي عزير دفع 100 سنة من عمره. عشان النور ده يجي سيدنا إبراهيم ترك الناس وجن عليه الليل، كأن الظلام لفه كأنه جنين في رحم الظلام من كتر ما هو بعد عن الناس ولوحده، وظل يتدبر في الكون. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، مكلش مشربش منامش مروحش مرتاحش مهداش. عشان النور يجي وقف حياته كلها. سيدنا إبراهيم عشان النور يجي وقف حياته كلها وشغل عن الدنيا وما فيها، وترك الناس وظل يتدبر من الكوكب إلى القمر إلى الشمس 24 ساعة متصلة بلا نوم ولا أكل ولا راحة. عشان النور ده يجي سيدنا إبراهيم طلع على رؤوس الجبال من جبل لجبل، رب أرني، نورها لي يا رب، نورها لي، خليني أشوف يا رب، خليني أرى بنورك يا رب، نورها لي رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، مهمة في غاية الصعوبة، مهمة في غاية العلو. عشان النور ده يجي الصالحين عملوا ايه؟ سيدنا موسى وبيقول رب أرني انظر إليك،
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال ثلاث كلمات: واحد سبحانك، اثنين تبت إليك، ثلاثة وأنا أول المؤمنين. يبقى سيدنا موسى لم يرى نور الله، لم يرى الله، ولكن سيدنا موسى عمل ايه؟ خرج بثلاث أنوار: سبحانك نور تعظيم الخالق، تبت إليك نور الانكسار وإحساسه بالانكسار، أنا أول المؤمنين نور العزم على الانطلاق لله سبحانه وتعالى والصبر إلى الله سبحانه وتعالى وتوهج القلب بالإيمان. يبقى إذن عشان النور ده يجي الصالحين عملوا إيه؟ عشان النور ده يجي الصالحين ضحوا وجهدوا وتعبوا قد إيه عشان يوصلوا للدرجات ده إيه؟ يبقى إذن هذا المصباح محتاج مجاهدة، هذا المصباح محتاج إنه يبقى هدف حياتك إنك أنت توصل ليه. عشان كده ربنا بيقول لك يكاد مثل نوره كمشكات، قلنا اللي هي الصدر فيها مصباح الفتيلة المنورة الفطرة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، القلب المتوهج بالإيمان، يوقد اللي هو الفتيلة دية أو المصباح ده بيوقد من شجرة مباركة، قلنا اللي هي القرآن، وقلنا مباركة لأن الكلمة الواحدة واللفظ الواحد بتخرج منه بمئات المعاني. زيتونة، قلنا لأن الزيتون صبغ للآكلين والقرآن صبغة الله بيصبغ كل حاجة في حياتك، لا شرقية ولا غربية، قلنا لا شرقية ولا غربية، التوازن اللي القرآن بيعمله في حياتك، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. تلاقي واحد بيدخل في الإسلام في الغرب لأنه قرأ القرآن رغم أنه ما شافش نموذج عملي، سبحان الله الدين ده قوي حتى ولو لم يطبقه أهله، الدين ده قوي حتى لو المسلمين بعدوا عنه برضو تلاقي عظماء العالم بيدخلوا في الإسلام. طب إزاي؟ ده ما شافوش مصباح منور عملي، مسلم ماشي منور على الأرض، إنما نور القرآن كفى لأن يدخل الناس في الإسلام. نور على نور، قلنا إيه نور على نور بقى؟ يعني إيه نور على نور؟ ها؟ نور المشكاة، على نور المصباح، على نور الزجاجة، على نور الشجرة، على نور الزيت. طب وقول تاني يعني إيه نور على نور؟ نور الإيمان على نور القرآن. يعني انت القلب اصلا الفطرة والقلب كل ده نور الايمان، وبعد كده بيتنزل نور القرآن فبيبقى نور على نور. تخيل بقى اما الكلوبين دول يتقابلوا مع بعض، تخيل بقى اما انت تبقى جواك الفتيلة بتاعتك مصباح منور، الفطرة بتاعتك مصباح منور، والقلب بتاعك مصباح منور، والصدر بتاعك مصباح منور، والقرآن مصباح منور لك. تخيل انت حياتك يبقى شكلها ايه؟ تخيل النور اللي انت تبقى عايش فيه شكله ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. يعني بعد ما ربنا وصف النور الباهر الوضع ده ربنا قال لك ايه؟ قال لك برضو مش بمزاجك، برضو ربنا بيهدي اللي بيشاء. يعني مش معنى ان القرآن منور ان اللي يبص للقرآن هيشوف، اللي ربنا يوريه هو بس اللي هيشوف، اللي ربنا ينورها له هو بس اللي هيشوف. يا اخوانا احنا بنتفاضل بيننا وبين بعضنا على قدر حظ كل واحد مننا من هذا النور. انت نصيبك من النور ده قد ايه؟ نصيبك من هذا النور قد ايه؟ عشان كده ربنا يقول لك وكذلك انزلناه ايات بينات زي الشمس وان الله يهدي من يريد. يعني هو ايات بينات بس مش كل واحد يبص في القرآن يهتدي. ليه؟ من اراده الله هداه الله. ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردناك، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. يبقى القضية أن يريدك الله، يهدي الله لنوره من يشاء على قد رغبتك إلى الله بقى سبحانه وتعالى. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، إيه اللي في بيوت؟ يعني الآية 36 إيه علاقتها بالآية 35؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها، إيه اللي في بيوت؟ النور ده موجود في المساجد. طب ده قول رائع. طب والقول الثاني إيه اللي في بيوت؟ قول الطبري بقى قال لك إيه؟ قال لك يوقد في بيوت أذن الله أن ترفع. يبقى قال لك
كلمة يوقد. يوقد ده أخطر فعل في حياتك، ده أخطر حدث في حياتك، إن قلبك لقط. تخيل عربية بقالها سنة ما اشتغلتش، فأنت جاي تدورها ما بت إيه؟ ما بتدورش، وأنت هتقطع طريق في غابة كلها وحوش، لو ما اشتغلتش أنت هتتفرم هنا في وسط الدنيا وفتنها وشهواتها، فأنت قاعد تدور ما بتلقطش، تدور ما بتلقطش، لحظة ما لقطت ده أهم لحظة كلها، لحظة ما قلبك لقط، لحظة ما أخيرا قلبك اشتغل، لحظة ما أخيرا النور جه. الله أكبر يا جماعة، النور جه. عارف لما الدنيا تضلم مفاجأة النور يجي، النور جه. لحظة ما النور جه يا جماعة، لحظة ما فجأة تلاقي الدنيا نورت قدامك وقلبك نور وشفت عظمة الآخرة وشفت جلال ربنا وزهدت في الدنيا وعرفت حقارة الشهوات وقلبك لفظ الشبهات. لحظة ما النور جه يوقد، لحظة ما النور جه أخطر لحظة في حياتك، لحظة ما النور يجي يا أخوانا. عشان كده فعل يوقد ده يعني سبحان الله، وجيب الفعل المضارع لما القلب بينور بقى أبشر بقى، فضل ومنة الله، يعني ربنا يديم علينا نعمة إن القلب يتوهج بالإيمان كده. يوقد من شجرة المباركة، فقال لك في بيوت أذن الله أن ترفع. الطبري قال إيه؟ قال لك إيه اللي في بيوت؟ قال لك يوقد في بيوت. يعني إيه؟ قال لك إن فعل الاتقاد ده بيحصل في المسجد. قال لك ان لحظة اللقط دي بتحصل في المسجد. يعني ايه؟ يعني لما كان يقول لك لو حطيت اتش تو مع او تو هيطلع لك مية اتش تو او، بس بشرط ان يكون التفاعل في ضغط عالي، ويحط لك على السهم كده علامة الضغط العالي. يبقى اذا القرآن هيتنزل على قلبك، قلبك هيلقط ويوقد ويتوهج، بس بشرط ان يحدث هذا التفاعل فين؟ في المسجد. يبقى المسجد ده مركز الصيانة بتاع سيستم النور جواك، مركز الصيانة. انت جاي المسجد دلوقتي عشان ايه؟ عشان قلبك وفطرتك يدخلوا مركز الصيانة، فانت داخل بفتيلة محروقة، بفطرة محروقة، تخرج بفطرة بالشمع اللي عليها، داخل بإزازة مهببة، تخرج الازازه متصنفره ومنوره وكوكب دري زي الفل، داخل بمشكاه بيضه مفوته مثقوبه، تخرج بمشكاه سليمه، تخرج داخل بقلب موش لقط القران، تخرج بقلب متصل بالقران. يعني من الاخر كده العربيه بتاعتك خرجت من مركز الصيانه زيرو، يعني من الاخر كده سيستم النور جواك داخل المسجد وهو خربان، خارج من المسجد وانت متوهج بنور الايمان ونور القرآن. يبقى اذا في بيوت. طيب عشان كده دعاء الذهاب للمسجد ايه؟ ايه دعاء الذهاب للمسجد؟ ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا. اشمعنى وانت رايح المسجد بتدعي الدعاء ده؟ وانت نازل السوق تتاجر بتقول يا رب اديني ايه؟ اديني فلوس. ليه؟ لان المكان اللي انت رايحه ده اللي بتجاب منه الفلوس. فوانت جاي المسجد بتقول يا رب اديني نور. ليه؟ لان المسجد هو اللي فيه النور، لان النور بيتنزل هنا، عملية الايقاد العظيم بتحصل هنا، عملية الاتقاد، ان قلبك يلقط ان النور يجي. كل اللي احنا قاعدين نحاول فيه ده يا جماعة عاملين بالظبط زي اللي قاعد. عارفين العربية بتاعت زمان قبل ما يعملوا الكونتاك كانت بالمنافلة، يقعد يدور كده لحد ما ايه ما تلقط. احنا قاعدين ماسكين المنافلة الوقت وقاعدين. طب الآية دي لقط ولا لسه؟ طب الآية اللي بعدها؟ طب نصلي؟ طب تعال نروح الترب؟ طب تعال نتدبر في الخلق؟ طب روح بيتك اسمع درس؟ ماسك المنافلة وقعد شغال لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما يلقط، لحد ما قلبك ايه؟ يلقط. فاللي احنا قاعدين نعمله الوقت كله كفاح ومجاهدة وتوجه وافتقار الى الله،
لحد ما قلبك يلقط. لما يلقط بقى أبشر بخير عمر مر عليك، أبشر بقى بعمر كله بركة. يبقى إذن وانت جاي المسجد بتقول ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. ليه؟ لان النور هنا، فانت جاي عايز النور، انت جاي هنا طالب النور، انت جاي هنا عشان ربنا ينورها لك. يبقى لما تظلم عليك تروح فين؟ المسجد. لما تلاقي الدنيا كحل ظلمت تيجي فين؟ مسجد. لما تلاقي الشهوات زادت في قلبك ما انتش عارف تعمل ايه، مش عارف تغض بصرك، خلاص مظلمة، تيجي المسجد. لما تلاقي نفسك تهت واحترت وما عدتش عارف يمين ولا شمال ولا تعمل ايه ولا المسجد. يبقى انت هنا مركز الصيانة بتاع قلبك. لو نورت جوه هتنور بره، لو نورت جوه كل حاجة في طريقك هتنور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور ده هتمشي به، طريقك منور وانت في دنيا الناس، ومنور للناس طريقها طول ما انت ماشي. يبقى لما تلاقيها ضلمت تعال في مركز الصيانة عشان تنور. يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع، قلنا إيه؟ قلنا يا إما إيه اللي في بيوت؟ قلنا يا إما تنزل النور، يا إما يوقد، يا إما فعل الاتقاد، والاثنين ما قالهم إلى معنى واحد. يوقد يا جماعة، يوقد. أخطر لحظة في حياتك، عارف يعني إيه لحظة الاتقاد؟ لحظة ما خدت القرار الفاصل في حياتك، لحظة إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، لحظة ما مريم قررت إنها تنعزل عن الدنيا كلها عشان تتفرج لعبادة ربنا، أهي دي لحظة يوقد. عشان تعرف يوقد دي لما هتجيلك معناها إيه؟ يعني كان مثل كده سمعته، يعني أحد الشيوخ يعني كان يعني بيقول لي، بقول له يعني الإيمان والواحد يحصل الإيمان إزاي والواحد تعبان، فضرب مثل كده قال لي يعني واحدة حامل، كان في واحدة حامل فأول مرة تحمل، فبتقول لمامتها يا أمي أنا خايف أولد وأنا نايمة، أنا خايف أولد وأنا إيه؟ وأنا نايم أصحى ألاقي نفسي ولدت، فيا أمي عشان خاطري لو أنا ولدت وأنا نايمة صحيني. مش عارفة يعني إيه ولادة، مش فاهمة لسه، بتتكلم عن حاجة مش فاهمها، زي ما إحنا قاعدين نتكلم عن الإيمان مش فاهمينه، لما نشوفه هنفهمه. إحنا الوقت بنتكلم عنه بمعلومات أرينها، انما لما يدخل قلبك هتتكلم من جواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون الا عباد الله المخلصين، الا عباد سورة في سورة الصفات في الاخر، الا عباد الله فانكم سبحان ربك عما يصفون. لا انا مش بتكلم عن خاتمة، لا الا عباد الله المخلصين. سبحان ربك عما يصفون، حد يفتكرها لنا اخوانا، حد يطلع سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين، الا عباد الله المخلصين. المخلص الخالص لربنا ده لما بيتكلم الدنيا كلها بتنور، اصل هو جوه نور، جوه محط الضغط عالي رهيبة، لما بيتكلم الدنيا كلها بتنور. فبتقول له امها يا امي انا خايف اولد وانا نايمة عشان خاطر يا امي لو جيت اولد وانا نايمة صحيت. فامها قالت لها ايه؟ قالت لها ما تخافيش حبيبتي، لما تيجي تولدي هتصحي البلد كلها، مش انت اللي حد هيصحيك، ده انت هتصحي امك. لا اله الا الله. فلحظة ما النور يدخل قلبك هتصحي البلد كلها. انت الوقت لسه ايه؟ ما انتش عارف يعني ايه حرارة الايمان. كلمة يوقد ديت ده معناها نار، نار ونور مع بعض. ده الايمان ده لما بيدخل القلب بيبقى نار جوه القلب، ما انتش عارف تنام عايز تقوم تصلي، مش عارف تشوف منكر وتسكت، يعني ماشي متوقد بالايمان في كل مكان، ماشي تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله. جايب الطاقة المهولة دي منين يا ابني؟ انت جواك فرن مولع، يوقد جواك فرن مولع، وكل ما تبص في المصحف وتقرأ ايتين الفرن يتقد اكتر. ونار الايمان او نور الايمان او اتقاد الايمان او حرارة الايمان تتوهج اكتر. يبقى لحظة يوقد ديت لحظة الولادة، بس الولادة الايمانية في القلب بقى، لحظة يوقد ديت اخطر لحظة في حياتك، لحظة اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا.
لحظة القرارات المصيرية في حياتك، لحظة ما بتقرر المعصية الفلانية هسيبها، لحظة ما بتقرر الطاعة الفلانية قيام الليل صيام الاثنين وخميس لا يمكن هسيب العبادة دي بعد كده، لحظة ما بتقرر انا نظرت عمري ليك يا رب، لحظة ما بتاخد قرار، لحظة فلما فصل طالوت فصل، لحظة ما بتفصل ان الطريق ده هو طريق حياتك، لحظة يوقد ديت، لحظة ايه؟ لحظة استقاموا فقالوا ربنا رب السماوات، لحظة مقاموا لا يمكن هنسكت، لا يمكن هنسيب الواقع بره على الشرك، هننزل وهنتكلم عن ربنا مهما كان الثمن، اهي دي لحظة يوقد، لحظة التوهج، لحظة القرارات الإيمانية، لحظة القرارات اللي بتبقى مفارق في حياتك، هي دي لحظة يوقد. يبقى إذن ده معناه إيه؟ ده المعنى العملي لأخطر لحظة في حياتك، المعنى العملي لأخطر لحظة في حياتك. اللحظة دي يا رب تيجي فين؟ تيجي امتى؟ انا عايز قلبي يلقط يا رب، قلبي يلقط امتى؟ انا عايز النور ده يا رب اجيبه منين؟ انا عايز يا رب المصباح ده بيتباع فين؟ عملية الاتقاد دي بتحصل فين؟ اول حاجة بتحصل فيها يوقد من شجرة مباركة. يبقى كل الايات اللي جاية من الوقت واحنا نازلين عن لحظة الاتقاد دي بتحصل فين، فكل آية أو آيتين أو ثلاثة جايبين لك مكان من أماكن الاتقاد. ها، فأول حاجة يوقد من شجرة مباركة، وطبعا لما تجمع الحاجات دي مع بعض ها يبقى أنت إيه؟ أبشر بقى. يعني لو جمعت القرآن وجوه المسجد أبشر بقى، لو جمعت القرآن وجوه المسجد وهكذا. يبقى أول حاجة بتعمل اتقاد، أول حاجة بتعمل لقطة في قلبك القرآن. طب أنا بقرأ القرآن ولا يحدث هذا الاتقاد؟ ما هو لأن حضرتك يعني أنت لما بتكون مثلا في ثانوية عامة وبتذاكر درس في الفيزياء غلس جدا 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 وما أنتش فاهمه، أو درس في الكيمياء العضوية لوغاريتمات وما أنتش فاهمها، بتعمل إيه؟ ها؟ بتعيد وتكرر طب ما انتش فاهمه، بتعيد تاني وتكرر تاني ليه؟ ما هو مفيش بديله، تروح فين؟ ما مفيش حاجه اسمها مش هذاكر، مفيش حاجه اسمها مش فاهمه خلاص بقى يا عم انا اعمل ايه يا عم انا، مفيش الكلام ده، ده انت هتفضل تعيد وتكرر لحد ليله الامتحان، مفيش الكلام ده. او بالظبط كده، انا بقى مش حاسس بالقران طب ما تعيد وتكرر يا حبيبي، ما تتعب يا حبيبي، ما تقفل على نفسك الليله كده، تروح وتقفل على نفسك اوضه وتقعد تقرا تقرا وتعيد وتكرر وتعرض على قلبك، برضه مش حاسس، متهيألك، ده انت من جوه قاعد بتتغسل بس يا عيني غلبان يا عيني، بدل الزجاجه اللي كانها كوكب دري جدار جدار، فانت قاعد تخبط في الجدار هيتدشدش هيتدشدش، بس انت اصبر، زي ما الاجنه بتنزل على الجدار كده ما بتشقوش من اول خبطه، ممكن الخبطه العشرين، قال له يعني معنى كده 19 خبطه كانوا في الهواء؟ لا، ده كانوا بيخلخلوا فيه من جوه، انما انت ما كنتش حاسس، انت ما حسيتش غير لحظه ما تشق جدار الغفله حول القلب، فدخل نور القران الى القلب، فباشر نور القران القلب، فحصل الاتقاد والتوهج، فتقول القران جميل قوي، اخيرا حسيت بيه وبجماله وبعظمته، وانت مش واخد بالك ان كل المرات اللي قريت فيها وانت مش حاسس كانت قاعده تكسر في الجدار، بس انت كنت لسه ما حسيتش لان اللحظه الاخيره ما كانتش لسه جت. يبقى اذا المجاهده مع القران، جاهد جاهد يا اخوانا، يعني الواحد مرت عليه ايام وهو طالب، والله كنت اظن ان لا يمكن الواحد يحس بالقران في الحياه ابدا، والله يا اخوان انا مرت علي ايام، كنت يمكن سنه اولى ولا ثانيه، كنت في ثانيه في ثانية كلية، لم يكن يؤثر فيا في القرآن إلا آية واحدة، آية واحدة بس اللي كانت بتأثر فيها في القرآن، عارفين آية إيه؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أقول بس هي دي هي دي هي، أنا لقيت نفسي أخيرا في القرآن أهو، وقالوا قلوبنا غلف، مفيش، ما أنتش حاسس. ومرت أيام تانية، سبحان الله، يعني الواحد مش بيقول بس، بقيت تمشي في الشارع تسمع الراديو طالع
من جوه واح محل فتح الراديو على ذات القرآن مثلا وقفل المحل ولا حاجة، تتصمر في مكانك مش قادر تتحرك لحد ما القرآن يخلص. يعني سبحان الله العظيم، وراحت الايام والدنيا بتروح وتيجي، انت لازم تفضل تجاهد عشان يفضل النور موجود. اوعى تيأس من قلبك، اوعى تيأس من حال قلبك مع القرآن، اوعى تيأس من خشوعك في الصلاة وتقول خلاص مش نافعة، اوعى تيأس من خشوعك في الذكر وتقول مش حاسس، اوعى تيأس من حياة قلبك مع الجنة والنار وتقول قلبي مش نافع. اوعى، والله العظيم جاهد انت بس وسترى ما لا تتخيله. فتحت الآية دي بتقول لك ان تحت جدار المعاصي، ان تحت ركام الشهوات كمية نور مهولة لو اتفجرت هتذهل من النور اللي كان جواك. ولكن للأسف معاصي على معاصي ودنيا على دنيا، بقالنا 20-30-40 سنة كلنا قاعدين نرضع من الدنيا دي، فالنور ده اتقفل عليه. انما لو صبرت لحد ما الجدار اللي قفل على النور يتشق، هتفاجأ بكمية نور جواك لم تكن تتخيلها ابدا. في بيوت، يبقى ده اول مصدر للنور، المجاهدة مع القرآن. تاني مصدر للنور، في بيوت اذن الله ان ترفع، يبقى العبادة في المساجد. تاني مصدر للحظة الاتقاد، تاني حالة قلبك ممكن يلقط فيها العبادة في المساجد. الوقت الاخوة ممكن مثلا ايه، تيجي مثلا تطلب علم، يقول لك نعمل المجموعة في البيت. يا عم ما تعملها في المسجد. يقول لك مثلا نعمل جلسة ايمانية، طب نتقابل في بيت مين؟ يا عم ما تعملها في المسجد. الاخ مثلا عايز مثلا يصلي ركعتين يتوجه الى الله لقضاء حاجة من حوائجه، يا عم ما تنزل تتوضف بيتك وتنزل تصليهم في المسجد. ارتبط بالمسجد، بيئة الايمان، مركز الصيانة ده هو. مركز الصيانة، احنا قاعدين الوقت يا جماعة النور قاعد يتنزل علينا واحنا مش حاسين، من غير ما تحس قلبك قاعد ينور. في بيوت، وبيوت هنا جامع، يعني الموضوع مش يعني مش في المسجد ده او المسجد ده، لا كل مساجد ربنا. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني خدوا بالكم من الترتيب، ربنا الاول قال ترفع وبعد كده يذكر فيها اسمه. ما ينفعش يذكر اسم ربنا الا لما ترفع الاول، لازم الاول الرفعة، اشتراط الرفعة في المكان عشان ينفع ان يلق بذكر اسم الله. ايه الرفعة اللي في المساجد؟ ايه اللي ترفع في المساجد؟ ايه؟ ما هو يذكر فيها اسمه ده الصلاة والاذان وقراءة القرآن وكل ده يذكر فيها اسمه. ايه ترفع دي؟ ايه ترفع اللي لما رفعت المساجد بيها صارت اهلا لان تكون بيتا لعبادة الله ولجوار الله؟ رفعت المساجد انه لا يجوز ان ينادى فيها على دنيا. لو واحد ابنه تاه ما ينفعش ينادي في المسجد، لو واحد دب عربيته اتسرقت ما ينفعش ينادي في المسجد. رفعت عن الدنيا، فالدنيا بحر والشاطئ هو المسجد، ممنوع، مفيش، الدنيا بتتطلق بالتلاتة على باب المسجد ده. يبقى الاول لازم ترفع عن الدنيا. ها خدوا بالكم يا جماعة، كلمة الدنيا وكلمة المسجد الاتنين معناهم نزول لتحت. كلمة الدنيا من الدناءة، الدنو والنزول لتحت، وكلمة المسجد من السجود، النزول لتحت. ولكن شتان شتان، ما بين نزول يرفعك وما بين نزول يضيعك. نزول السجود بيرفعك ونزول الدناءة اللي بره المسجد بيضيعك، يبقى الاثنين. فايه رفع المساجد؟ ايه الرفع اللي فيها؟ انه لا ينادى فيها على دنيا. ده مش مكان دنيا، ده بتاع ربنا بس، لا ينفع حد يجي يبيع ويشتري فيه، ولا ينفع يجي حد يعمل صفقاته فيه، ولا ينفع حد يجي ينادي على الدنيا بتاعته فيه. هذه للآخرة، فهذا هو الرفع. عشان كده عايز قلبك يذكر فيه اسم الله، في قلوب أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لو عايز قلبك يقر في جلال الله، لازم قلبك يترفع عن الدنيا.
طول ما الدنيا لازم الاول ايه بيسموه علماء التربية القلبية ايه قبل ايه؟ التخلية قبل التحلية، ترفع التخلية من الدنيا بعد كده يذكر فيها اسمه ايه؟ التحلية بجلال الله. سيدنا ابراهيم الاول لما جن عليه الليل ورأى كوكبة قال هذا ربي، فلما افل قال ايه؟ قال ايه؟ لا احب الافلين. يعني لا احب الافلين، خروج الدنيا من القلب، ما الدنيا كلها بتقفل، البنت تبقى ماشية يعني في غاية الجمال وامها ست كبيرة ماشية جنبها، تبص الاتنين سبحان الله نسخة من بعض، بس ديت بقت سيدة كبيرة يعني لا يرغب الشباب مثلا في الزواج منها، ودي بنت صغيرة كأنها ربنا بيقول لك دي هتبقى دي. بس شوف العربية فابريكا وجنبها نفس الماركة متكسرة، كأن ربنا بيقول لك دي هتبقى دي. تشوف البرج جديد لانج وجنبه البرج مخلع، كأن ربنا بيقول لك ده هيبقى ده. يبقى لا احب الافلين خروج الدنيا من القلب. سيدنا ابراهيم كمل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. يعني ايه؟ دخول تعظيم الله والافتقار الى الله في القلب. يبقى لما الدنيا خرجت تعظيم ربنا دخل. يبقى لابد من التخلية قبل التحلية. كوباية ومليانة تفل شاي هتكب عليها لبن هيتوسخ، لازم تغسلها من الشاي وبعد كده كب اللبن يفضل صافي. يبقى لازم تطهر قلبك، تطهر قلبك بالعبادات ثم تحلي قلبك بمعرفة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن دي قاعدة يا جماعة، الأول لازم القلب يتطهر من الدنيا. طب يتطهر من الدنيا بإيه؟ بالعبادة. هو ما ربنا بيقول لك اهو في بيوت أذن الله، معنى أن يصدر إذن، معنى إيه؟ أن في ناس بتطلب، مش ربنا بيقول لك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا؟ أول آية في الإذن بالجهاد قال لك نزل قبلها 74 آية في النهي عن القتال. الصحابة عايزين يقاتلوا وربنا بيناهم، طب لما ربنا قابل طلبهم أذن، يبقى الإذن ده معناه أن في ناس ملهوفة على الوصول إلى الله. يا رب عايزين نوصل لك، فربنا فتح عليهم بالمساجد. عايزين توصلوا لي؟ أيوة يا رب، المساجد أهي. يبقى اللي عايز يوصل لربنا أهي المساجد. الصادق في طلب الوصول إلى الله يرتبط بالمساجد في بيوت، يبقى معناه ان في ناس ملهوفة على الوصول. كلمة اذن الله ديت يبقى في من تضرع ونادى وناشد وتوسل، وصلنا اليك يا رب، بلغنا رضاك يا رب، عرفنا طريقك يا رب، ففتح الله بالمساجد لهؤلاء. فتح الله بالمساجد زي ما ربنا بيقول لك وعلى كل ضامر يأتينا من كل ايه فجر. ضامر الجواد اللي ضمر من الهزال. في ناس بتلف الدنيا تدور على حد يدلها على ربنا، لحد ما سمعوا اذان ابراهيم بالحاج اخيرا لقوا طريق يوصل لربنا، فجايين والخيول بتاعتهم ضمرت من الهزال، من كتر اللف يدوروا على حد يدلهم على ربنا، ومن كتر قطع الطرق والمسافات من اجل الوصول الى بيئه الايمان في النداء بالحج. في بيوت أذن الله، يبقى جمع كلمة بيوت معناه يا جماعة معناه التجرد. تلاقي ناس مثلا مرتبطة بمسجد معين بس، يعني طب في شيخ في مسجد تاني، لا أنا مرتبط بالشيخ الفلاني في المسجد الفلاني. ما تتنقل يا ابني في بيوت ربنا، ما تتحرك يا ابني في بيوت ربنا، ما تنتميش لقناة بتصب في نهر الإسلام، انتمي للنهر نفسه. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، كل مسجد، كل عمل من اعمال الدين واعمال السنة انتمي اليه. ان لم تنتمي اليه بجهدك انتمي اليه بقلبك بالدعاء لأهل ان يثبتهم الله ويسددهم الله. استفيد من كل حد عنده نور، استفيد من كل الانوار اللي في كل بيوت ربنا سبحانه وتعالى. في بيوت اذن الله ان ترفع، يا سلام لو قلبنا رفع كده، ترفع عن الدنيا كده، ويذكر فيها اسمه، ويذكر ايه فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له فيها، يسبح له له. مفيش حد في المسجد عظيم غير مين؟ ربنا بس. عشان كده تلاقي الوزير بيصلي جنب الغفير، بيصلي جنب المدير، بيصلي جنب اللي واقف على باب الجامع يتسول، حد يتصدق عليه، كله واقف، وفي النهاية كله يقوم منزل دماغه ومناخيره على الارض جنب بعض.
تدخل كده والمسجد كله ساجد. سبحان الله، الغني مناخيره في التراب، والفقير مناخيره في التراب، والوزير مناخيره في التراب، والغفير يسبح له، له وحده. كل من في المسجد مناخيره في التراب لربنا سبحانه وتعالى، يسبح له ايه؟ فيها كلمة فيها اتكررت في الآية مرتين، ثلاث مرات كمان، في بيوت يبقى أول فيه، ويذكر فيها اسمه يبقى تاني فيه، يسبح له فيها يبقى تالت فيه. ايه التركيز على فيها فيها فيها؟ ان ده مركز الصيانة. العبادة خارج المسجد مش هتعدل العبادة في المسجد، عبادة في المسجد شيء تاني. عشان كده يسبح له، ويسبح فعل ايه؟ مضارع يفيد ايه؟ الاستمرار. ها؟ مش الطبيعة بتاعت الشعب المصري الشاب يحضر له درسين وبعد كده ينقطع، يحفظ يروح تحفظ القرآن مرتين وبعد كده ينقطع. يا دي المصيبة، الطبيعة المهببة اللي موجودة في هذا الشعب يا اخوانا ازاي تتغير؟ ازاي تتغير؟ ازاي يبقى عندنا طبع لسه؟ حتى الشغل الدنيوي اسأل اي حد يقولك انا الموظف بيجي لي او العامل بيجي يشتغل عندي مثلا ها شهر ويسيبني، اسبوع ويسيبني، يومين ويسيبني، مفيش حد بيستمر. ليه يا اخوانا؟ يعني طبيعة عدم الاستمرار هتضيعنا في الدين. لذا قال تعالى يسبح له فيها بالغدو بالغدو. الغدو جمع ايه؟ جمع الغداء، والاصال جمع الايه؟ اصيل. يبقى الغدو والاصال دي جمع وليست مفرد. الغداء اللي هو جلسة الضحى اللي هو اول النهار، والاصيل اللي هو تسبيح الاصال اللي هو من العصر للمغرب. يبقى معنى انها جت جمع ايه؟ ان التربية مش حضور درس ولا درسين، ان التربية مش قيام ليلة ولا ليلتين، ان التربية مش جلسة الضحى ولا جلستين. التربية دي عمر يا جماعة. التربية دي عمر. اذ اول فتية الى الايه؟ ام حسبت ان ايه؟ اصحاب الكهف، اصحاب صاحبوا مكان العبادة، صاحبوا بيئة الايمان، يعني تعبدوا كتير لحد ما وصلوا اللي وصلوا له. يبقى اذا الاخ اللي يسخن في قيام الليل تلات اربع ايام ويسيبه، يا ابني انت ما عملت. يبقى وبعدين يا عم اثبت على ربع ساعة، اقسم بالله ربع ساعة قيام ليل ببركة عمرك وحياتك كلها، بس اثبت عليه. الاخ اللي يقعد له جلسة ضحى يومين ثلاثة ويسيبها، الاخ اللي يسخن يومين في الدعوة ويسيبها، الاخ اللي يسخن في الدروس اسبوع اسبوعين ويسيبها، الاخ اللي يسخن في تحفيظ القرآن شوية ويسيبها، الاخ اللي يسخن في تكبيرة الاحرام والصف الاول ثلاثة اربعة ايام ويسيبها. ايه يا جماعة؟ مفيش حد بيستمر ليه؟ يا ابن التربية مقترنة بالاستمرار والتكرار. والتكرار يعلم شطار، تكرار يعلم الشطار. يا ابني لابد من التكرار. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يعني ايه مثاني؟ مثاني من التكرار. السورة دي بكلمك عن الجنة، واللي بعدها كلمك عن الجنة، وفي اولها عن الجنة، وفي اخرها عن الجنة، والسورة اللي بعدها عن الجنة، والسورة اللي بعد بعدها عن الجنة. ليه؟ لا عشان تفضل تكرر تكرر الجنة الجنة لحد ما في الاخر تحبها. وبعد كده مثاني برضو، اي انك تكرر الايات في الصلاة زي ما الفاتحة وصفت بانها مثاني. ليه؟ لان المعاني دي تقعد تكرر فيها تكرر فيها تكرر تكرر حتى تتقرر. وهو ده المنهج بتاع مين؟ بتاع مين؟ ايه؟ يا عم الشيخ بيعمل لك ايه؟ يا عم الشيخ ما ينفعش، عم الشيخ حركات المشايخ بتاعتكم دي ما تنفعش. شغل مين؟ اقعد كرر 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 لحد ما تلزق في المخ. بتقعد توك شو 28 قناة من الصبح بالليل نفس المعلومة. كان الواحد زمان يقعد يستغرب، هي الناس دي ما بتتكسفش من نفسها؟ الحدث اللي جايبه البرنامج ده البرنامج التاني يجيبه بعدها نفس الحدث، وبعد كده البرنامج اللي بعده نفس الحدث، وبعد كده البرنامج اللي بعده. الحقوا قطعوا الودان في الصعيد، اقاموا حد قطع الودان، وتلاقي 28 قناة 24 ساعة قطع الودان. هو ايه ده؟ هي الناس دي ما بتتكسفش؟ يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في الدين مثلا مثلا دكتور عبد الرحمن دكتور غريب بيدي بعد المغرب مثلا ايه؟ حديث مثلا، مش هيدي الحديث من المغرب للعشاء وهو منجي بعد العشاء شرح نفس الحديث؟ ينفع؟ ينفع؟ طلع ينفع. صدقوا لو طلع ينفع، ده طلع ما بينفعش غير كده، ده طلع هو ده اللي بينفع.
التانيين فاهمين. اقعد كرر، اكذب 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 وكرر الكذبة واعرضها في 500 شيخ ونفس الكذبة. بيقطع له ده، 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 خلاص الوقت كل الشعب بيقطع له ده، خلاص خلصت. هو في يا عم بيقطعوها خلاص، ما ده خلص. وبعد شهر يومه ماسكين في كذبة تانية، مثلا ايه اي كذبة بقى مش عارف بيعملوا ايه. وبعد ما الشهر التاني عدي يوم راجعين تاني ايه، بيقطع له ده، بيقطع له ده، بيخرب بيتكم انتوا بتزهقوش. يعني الواحد سبحان الله لازم هو عارف كرر 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 شهر كامل، وبعد كده ريحهم شهر من الكذبة، وبعد كده امسكهم شهر تاني بيطالوا ده، وبعد يبقى 5-6 شهور فاكرين اما كانوا بيطالوا ده، ها فاكرين الودان، فاكرين مش عارف ايه، فاكرين المصر ده. يبقى اذا مفيش حاجة بتتكرر الا حينما تتكرر. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه يا ابني؟ ايه محمد مين يا عم الشيخ؟ انت جنسك اسمه ايه؟ الانسان من النسيان. يعني بعض علماء اللغة قالك من الانس، وبعض علماء اللغة قالك من النسيان. انت اسمك انسان من النسيان، عايز تقعد تكرر. عشان كده يسبح له فيها بالغدو والاصال، بقى مستصحب بقى ومصاحب جلسات الضحى وجلسات تسبيح الاصال، ورد قرآن بالنهار وحضور درس بالليل على طول على طول على طول على طول على طول. عشان كده انت عايز تقوم الليل، عارف تعمل ايه باذن الله؟ عارف تعمل ايه عشان تقوم الليل؟ روح النهاردة نزل من على موقع نت مثلا درس الشيخ محمد حسن عن قيام الليل، اسمعوا. اصحى الصبح بقى نزل درس الشيخ محمد يعقوب عن قيام الليل، اسمعوا. بعد كده بالليل بقى درس الشيخ محمود المصري عن قيام الليل، اسمعوا. تاني يوم بقى هات درس الشيخ نشأت عن قيام الليل، اسمعوا. بعدها بقى هات درس الشيخ محمد العارف عن قيام الليل، اسمعوا. وهتلاقي 3/4 الاحاديث واحدة، اسمع. هتلاقي نفسك في الاخر انا ما اقدرش اعيش من قيام من غير قيام الليل. تخيل بقى لو برامج التوك شو دي بتتكلم عن قيام الليل او بتتكلم عن الصدق. هو ده الاعلام الاسلامي. عايزين نتعلم من الناس دي يا جماعه، والله عايزين نتعلم من الناس دي. ده يعني ده 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 يعني هذا الطريق في القران، ولكن نتعلم. يسبح له فيها بالغدو والاصال. يبقى نقف عند هنا في هذه الايه، ان التكرار يعلم الشطار. ان عايزين بقى على ما نلتقي الاسبوع الجاي باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نتعلم يا اخواني في الله ان يعني لازم تستمر. من غير استمرار مش هتوصل لحاجه. بتحضر دروس، استمر بقى، اثبت لك على درس 2-3-4-10 في الاسبوع، استمر على سماع شرايط، استمر على حفظ القران. مش القضيه خالص الكم، القضيه الاستمرار، ولو على كم قليل، ولو على نص ساعه قيام ليل. يا سلام، بس انت اثبت على نص ساعه قيام ليل هتبقى ولي باذن الله قبل ما شهر يعد ولا شهرين يعد. بس انت اثبت، اثبت على العباده، اثبت على ورد القران ربع في اليوم، صفحه في اليوم، صفحتين في اليوم، تحر بقى. انما اثبت، اثبت على شيء، امسك في ايدك حاجه. الاستمرار هو السبب الرئيس في الوصول الى الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه. كان نفسي النهارده يا اخواني ان احنا نروح الترب، نطلع الترب بالليل كده، يعني بمناسبه بقى قول الله الله نور السماوات والارض، نروح في الضلمه ديت عشان الدنيا تنور علينا. بس يعني الساعه 9:30 اتاخرنا شويه، فاحنا ممكن ايه عدنا بنتاخر يعني هذه الايام. يعني سبحان الله العظيم كانت العشاء بينها وبين الفجر 12 ساعه، الوقت سبحان الله بقت حوالي 7:30. صوت الدنيا بتتغير، الدنيا بتتغير والفرص بتروح، وعايزين نقنص الفرص باذن الله سبحانه وتعالى. باقي على رمضان 74 يوم، باقي على رمضان 74 يوم. عايزين نفوق يا جماعه، عايزين نفوق في علاقتنا بالقران، عايزين نفوق في علاقتنا بقيام الليل. حرام بقى، عايزين رمضان المره دي بقى، المره دي بجد بقى، المره دي بجد. يعني خلاص بقى المره دي بقى ان شاء الله مش هنخرج من رمضان زي كل مره. فلازم نزرع كويس قوي قبل رمضان، ولازم نبني ونرمي اساس قبل رمضان في علاقتنا بالقران وبكتاب الله وبالعباده و و و. عشان كده لازم النور يجي ان شاء الله قبل رمضان، عشان رمضان يبقى بناء وتعليه. اسال الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. Oh,